اليوم اللي عم تلفن لها حلوة ومهضومة وشاطرة وبينحسب لها ألف حساب بالموضة والجمال. ليلى عباد ردي. الو لك الو، هاي ليلى. هاي جاد، عشو عم بتنق هالايام؟ الناس كلها عم بتنق. اذا انا يعني بشغلي بدي يكون عم نق، بدي اوقف شغلي، فبجرب انه ما نق كثير مع الكلاينت، نق مع الاصحاب، نق مع العالم بحياتي العاديه. كونك مستشاره وخبيره تجميل، النسوان اللي بيجوا لعندك عشو بينقوا اكثر شيء؟ قبل كانوا ينقوا، بلش عندي تجاعيد تحت عيني ليلى، مش معقول، مش طايقه حالي. نصحاني تمي هيك حتى بدي كبروا شوي، عم فكر انه بعليهم. ما بعرف رموشي، اذا بحط رموشي ارتفيسيال بهروا رموشي. يعني النق بيجي هيك مثل اسئله، بس النق هلا قد ايه غليهم؟ قد ايه صاروا؟ قولي كثير، عاملهم دولار ولا لبناني؟ ليلى انت بالشغل قديشك نقيقه؟ يا حرام الله يساعدك. هلا جاب اذا بروح لعندك انا وقاعده بصير بتطلع هاي الصوره اذا حطيتها هون، هيدي الكنبيه اذا مديحه. عندي هاي المشكله، يعني اختي مثلا بيتها اذا بروح بس فيلم من عندها بكون صاروا الكنبيات غير مطرح. هلا عند الاصحاب ما كثير بعملها، بس انه عندي اياها. بس بالشغل يعني مش معقول، المنشفه مطويه على الزيح، لازم يكون هن شكلهم البرودكت الغرف. بعدين شغلنا بيوتي صراحة إذا ما كنت هيك كتير بيأثر. أنت اشتغلت كتير مع شرك عالمية، لما تشتغلي مع شرك عالمية بيزيد النا؟ لا بتصير أنت كتير تشتغل على حالك، ما بيعود عندك وقت لتنق. بتصير تفكر كيف إنه هالناس اللي حطت ثقة فيك، كيف بدك تحضر حالك، كيف بدك تكون صفتك، شو بدك تعمل شيء جديد. المرة اللي بتنق كتير شو بتنصحيها تعمل؟ تغير بشكلها، تعمل ميك أب، تعمل شيء ماسك، شو بتنصحيها؟ الشاب بدي أقول لك شيء، بتنق كتير بتغلط كتير، لأنه شو بيصير؟ بتصير كتير تفكر تغير. هو ما لازم نفكر بالنق انه بدي اعمل، لازم تكون اقعد اعمل كونسلتيشن، فكر شو لازم اعمل. يعني بكون شعراتها تنقول عملوا شعر، بتقول بس لا هيدا مش عاجبني، تبعتلي شي 20 صوره لكذا ستات، شو رايك ليلى اعمل هيدا اللون؟ هو ما بيكون بيلبق لها، او بيكون لازم تضل على لون واحد. حلو الانسان يغير، بس كتير مهم جد انه يكون عندك حدا يساعدك ليقول لك شو اللي لازم تعمل. ليلى وقتها بتجي انت وبتعملي لهم ماسك بيض وزيت وعسل، ما بتسمعي نق بصيروا يقولوا لك يا عمي هيدي انه عم تطبخي انت ولا عم تعملي لنا ماسك؟ ليك شو بقول لك صراحه، رقم هي اللي من الناس بينطروا هول ماسكات لانه كتير كتير بفيدوا، لانه انت عم تشتغل بناتشرال انجريدينت. بس انا وعم بعملهم بلش بضحك مع حالي انه على شوي بدي احطهم بالفرن. يعني عرفت شو 100% اذا حدا نق علي ولا ابتسم ولا نكت بقبل، لانه بشوف حالي فيه. بس انا بلشت هيدي برمضان، كنت عندي برنامج اسمه طبيعي اشمل على تلفزيون المستقبل بالماضي، وعملت كتاب سميته طبيعي اشمل. بقى هيدا الكتاب حطيت فيه كل هال وصفين لحتى اعطيهم انه فينا نرجع على الاشياء الطبيعيه. عسيره الطبخ، ما فكرتي مثلا تعملي كتاب عن الطبخ؟ هيدا كتاب خلطات شرقيه من البلدان العربيه، كل دوله عملت لها خلطاتها ليقدروا يتابعوا جمالهم. وبلشت اعمل كتاب لإلي اسمه طبخت لك، بده بس طبع انت عم تطبخ الطبخه، شو بيبقى عندك، شو فيك تستعمل منهم على الوجه. يعني البصلة في إلها شيء للون الشعر. هيدا كتاب طبيعي أجمل لأنه من لبنان، كلهم طبخات. وهيدا مملكة الجمال يلي حطيت فيه بقلبه فصل كمان للإشياء الطبيعية. يعني عملتها مش معمل، مثلا تنفترض أنت عم تعمل كبب لبنية لأنه فيها لبن وفيها مية الرز، وتحط لها الكزبرة وروب، بتشيل هيك شوي صغيرة على جنب وتمدهم على الوجه، هني وفاترين بيعملوا وجه بيطير العقل. بس لما بتحط لها كزبرة وتوم وهيك بتصير طبخة. ليلى قديه بتنقي اذا ما في تبولة على الغدا كل يوم؟ يعني كيف اكتشفها هيدا القصة؟ ما بقدر اقول لك، انا حدا باكل كل يوم صحن تبولة. Oh, this is the secret لجسمي، بدون ما كذب عليك. هيدي الشيء ليحافظ على صحة البشرة، على التوازن بجسمي. بس اتغدى تبولة بحس حالي انه I'm satisfied وما بوجوع، وعشي بكون اكلي اقل. وين الناس بتنق عليك اكتر تمشان تعمل شيء لوجهها او على شعراتها؟ اذا بدي اقول لك صراحة، وجهها جسمها شعرات. بس نوع شغلنا نحن هو البرنامج تبعك، هو نق ونق.
ليلى قبل ما تطلع على الهوا على الام تي في، قد ايه بنقوا عليك جاي ليلى وجايبه معها عفش البيت؟ واي هيدي اكثر شيء. لا خب اذا بقول بدي اعمل ماسك طبيعي، بقول كيف يعني بدي احط لهم صفر بيضاء وطحين ولبن وخلصت؟ بقول لا بدي اعطيها ماسك للعينين، ماسك للوجه، ماسك للرقبة، ماسك للإيدين، بصير عندي كرم لحلقتي. أو هون تعاطي الشكل اللي بدي إياه، بصير نقي هالمرة تام معين من الأواني زقهم كلهم، وبدي 5 دقايق يعني بكون كلهم حطتهم، باخد معي موظفين بنات مين بدك يساعدني بس لحتى أعمل كل هيدا السحر. حتى الغاز الصغير يلي بدي حطه لسخن فيه باخده معي. ليلى قديه مرات كتير بتنقع حالك لما يصير معك مشاكل إن كان بالشغل أو بالتلفزيون؟ لحب أنا بشغلي عندي طنجرة لحتى يعملوا فيها بابار، وهيدي اللي بيسموها تهبيلة. بليز حدا يجيب لي طنجرة صغيرة تبع البطار ومنتجيك. بقى عندي موظفة جديدة، قلت لها حضري لي الطنجرة، راحت هي حطت مي بالطنجرة. كان أنا فيت لعندي موظفة جديدة، قامت هالموظفة الجديدة شفت مي عم تغلي، جايبة معها هي بطاطا صغار، بتقوم بتحط بطاطا بهيدي الطنجرة. عندي كلاين شايفة حالي ديما نحن هون نغلي طنجرة فريش منحط فيها البلانتيت وكذا، حطيتها الطنجرة وبدها كاني افتح لها الطنجرة هيك ويطلع لها بطاطا. هيدا عم فرجيك هيدي طنجرة، هيدي الطنجرة، هيدي الطنجرة. هي بدها تحط هيدي تطلع كيفين وما بتشوف شيء غير انه طلعوا لنا البطاطا. الاهدم ليتلي الناس هلا ما عم تقدر تشتري كريم دوجور ولا كريم دولمي، وكله عم بينق وما في معه مصاري. قلت لهم اصبت شي رح اعمل لكم حلقه فيري سبيشال، كل شيء اشتريتوه صابون ميديكال بدي اعلمكم تعملوا في شيء. بقى جيت انا اعمل حلقه، فتت على المطبخ مين معي الي احوج. انا بفكره انه الكيتشن تبعهم عادي يعني، بلشت ابرش هالصابونه، حطيت له حليب وحطيت الزيت، اعمل هيك يعمل لي كاتور ستريس كل الكوكر، طلع هيك انا ما عم يسخنوا. ومين نحن على الهواء؟ قال لهم هلا بيدوبوا هلا بيعملوا، طلع ما عم يتحركوا. قام الي قال لهم يلا هلا بنروح على الحلقه الثانيه وبنرجع بنجي. انا بهالوقت طلعت مش قادره اعمل شيء، بيجي بيقول لي الكاميرا مان هيدا معمول بيقرا طناجر المطبخ بس، شو كذبت اول نسين ليه ما بدهم يقراها؟ تخيل انه هيك بشوي بسمع لك انه على محطة تانية حدا عم بينكت علي. شوفوا اذا برشتوا الصابونة ورجعتوا جمدتوها بتكونوا عملتوا صابونة. إذا بدك تنقي علينا كرمال نهتم بحالنا بس بغنية، كيف بتنقي علينا؟ رح أقول لك شيء بتغنيها فيروز. تيري يا طيارة تيري يا ورق وخيطار، بدي أرجع بنت صغيري على سطح الجيران. يلا بدنا نلعب. يلا اللعبة هي يا بتقولي يا بدك تعملي اللي بطلبه مني، أوكي؟ يلا. لمين بتقولي من المشاهير ما بتعرفي تعملي ميك أب أو بتحطي حمرة لون أحمر فاقع؟ شوف أكيد بفضل حط حمرة لحتى أطلع من هيدا الجو. يلا حطي أحمر حطي. قالوا لك إنه أنا مبطل بعرف أحكي بالأحمر. أحمر أحمر هاي جاد. ليلى لمين بتقول من المشاهير الشباب بدك ريلوكينج او بتحطي ايلاينر اسود سميك سميك؟ بدي خبرك كمان سر انه انا عامل كتاب اسمه لك سيدي لك سيدتي، كله للرجل تغشه شوي، كتبت لك سيدتي حتى هي تجيب الكتاب مش هو يروح يجيب الكتاب ليهتم بجميله. بقى بدي لحط ايلاينر، انا ابدا ما بحط ايلاينر. بديك تسمكي ليلى. حبيت كتير كتير. Did you like هيدا الايلاينر؟ لمين بتقولي من المشاهير شعراتك مزيتين كل الوقت او بتحطي على خدودك بتكتريهم هيك بودر؟ بتحط يعني برونزينج باودر بدك؟ مش بليز انا ابدا ما بحب بودر الحمود. يلا ملا كتريهم ليلى ما تزعبري كتري.
هيك عن جد اكثر من هيك ولا شوف ايه هيك خلون يبينوا. يلا اردي على الكاميرا وخدي لنا صوره هيك لذيذه. ليلى اذا بدك تنقي علي تعامل ريلوكينج او غير شيء بحالي شو بتقولي لي؟ اول شيء بدي اطلب منك انك تفك شعراتك جد، اكيد ما رح اعمل فيك مثل ما عملت فيي، حطي حمرة وحطي اي لاينر. واو يو هاف ا جود هيلثي هير. بدنا نبلش بالريلوكينج، مش انت يلي بينقلوا الشعر المفلوط، سو لازم اربطه بقى تبرم شوي بروفايل هون، بده يوطى شوي من عند الخد ويبين مش محلوق، بدي اياه شوي ديرتي. الوانك ك تي شيرت انت حدا كتير بيلبق لك الالوان، بس يور كلر ابيض كحلي اسود. ليلى في نزل الحلقه ورح تنقي علي؟ لا نزلها، وبدي اقول لك انه احلى حلقه. ليلى عباد اي لاف يو، ثانك يو لانك كنت ضيفتي بدقونه، بوسيت كتير. باي باي.